الشك داخل كتيبة يوفنتوس بهذا الانتصار المدوي في ميلانو بعد تعادل مع الانتر. رابينيو يشن الغارة وبنفس النسخة الكربونية التوزيع والعرضية. جول جول زلاتان السويدي الفنان برأسية سويدية يغارت الدفاعات لليوفي. سيلفيو بيرلوسكوني وأدريانو كالياني يعانيان حاليا تفوق واضح صارخ للعملاق السويدي يرجع الميلان بأمال كبيرة بمعنويات أكثر من مثيرة لنهاية دراماتيكية في هذه القمة النارية الإيطالية.